موضوع النهارده انا يعني بقول لكم انه موضوع مهم جدا جدا جدا، وسبق ان احنا كان لينا حلقه مع دكتور جورج باسيليوس وعملنا احصائيه وقلنا من اشهر المواضيع المنتشره دلوقتي هي ادمان المواقع الاباحيه، وانا بتكلم بصفه عامه في العالم كله يعني. فسعيد ان انا بتناقش في الموضوع ده مع حضراتكم النهارده، وانا عارف انه موضوع مفيد مش بس لاولادنا وبناتنا وحياتنا في المهجر، لكنه مفيد كمان للازواج والعلاقات الزوجيه اللي منها كتير جدا بوظ بسبب الموضوع ده، وللناس كمان اللي هم هيتزوجوا. دكتور طبعا هيشرح لنا اكتر. خلونا نرحب الاول بضيف البرنامج العزيز دكتور نادر عطله، استشاري علاج الادمان والامراض النفسيه ومحاضر بجامعه كالجري كندا. اهلا بيك دكتور. اهلا بيك يا جينا، مبسوط ان انا اكون معاك النهارده. وانا كمان يعني احنا غطينا مواضيع في الوقت اللي فات كانت جميله، وكان اخر لقاء مع تشايلد ابيوز وكانت حلقه جميله. فاحنا النهارده نتكلم في موضوع زي ما كنت بقول موضوع الساعه، يعني يمكن لما الناس تعرف الاحصائيات هتتخض، وانا مش عايزه اخضهم، بس احنا هدفنا طبعا ان احنا اي انسان واقع تحت هذا الادمان ان ربنا يديله نعمه ويستخدم هذا اللقاء لخيره يعني ولعلاجه يعني. عايزه اقول ان استخدام المواقع الاباحيه في الرجال بالنسبة بتاعته بتصل إلى 90%، وفي السيدات بتصل إلى 70%، وأنا عارف أن أي حد يسمع الرقم ده مش هيصدق أو هيتخض يعني، بس دكتور نادر هيقول لنا طبعا في الحلقة تفاصيل كتير جدا عن الموضوع ده. خلينا نبدأ نادر، نعرف الأول منك تعريف الإدمان المواقع الإباحية وإيه أعراض هذا النوع من الإدمان، الجزء الأول من السؤال. الجزء الثاني، لو في بيتنا بنتي أو ابني بيعاني من هذا الإدمان، أنا أعرف إزاي كأم أو كأب؟ بالضبط. بصي، أنا أحب أبدأ الموضوع إن كان زمان إحنا ما كنا بنبص على الإدمان هو إدمان المخدرات أو إدمان الكحول. حاليا بينا نبص إن الإدمان لا، ده في حاجة اسمها إدمان سلوكي، يعني في سلوكيات كده بتتعامل بقى فيها إدمان. ممكن مثلا إدمان القمار ده مش مخدرات بس في إدمان. في إدمان زي النهاردة إدمان الجنس أو إدمان المواقع الإباحية، ده نوع من أنواع الإدمان. في إدمان الأكل، في إدمان الرياضة، وهكذا. ليه أنت يعني كنا بنبص إدمان المخدرات، دلوقتي بقينا ندخل الإدمانات السلوكية؟ لقينا الأعراض اللي بتظهر على اللي بيعاني من نوع الإدمان ده هي نفس الأعراض القريبة من نفس الأعراض بتاعة المخدرات. وأنا ممكن أقولهم لك بسرعة، يعني إحنا إدمان المخدرات ده 11 عرض، هما بينطبقوا على إدمان المواقع الإباحية بالظبط. يعني مثلا المدمن المخدرات بيبدأ ما يهتمش بحاجات كتيرة في حياته، ما يهتمش بشغله، ما يهتمش بمدرسته، ما يهتمش بخروجاته، ما يهتمش حتى بالسوشيال ميديا، ويبدأ يركز على المخدر اللي بيستخدمه. تلاقي برضو مدمن المواقع الإباحية بيبدأ يهمل حاجات كتيرة في حياته، يعني أصحابه يقولوا له يلا خلينا نخرج، يقوم هو يلاقي ان دي فرصه يقعد في البيت ويتفرج على المواقع دي، يقول لهم لا مش خارج. ليه؟ لان هو عاوز يستخدم بقى، بيفضل المواقع الاباحيه على ممكن دراسته، على ممكن في بعض الاحيان بتزيد قوي على شغله، ممكن على الحياه الاجتماعيه. برضو علامه من علامات الادمان المخدرات ان انت بتفشل، تبدا تفشل في عملك، في دراستك، في علاقاتك ببيتك. واحدة ده سهل نشوفها في الإدمان الكحول مثلا، الناس بتفقد شغلها بسبب الإدمان. برضو الإدمان المواقع الإباحية بتلاقي فيه فشل ساعات في العمل، يعني أغلب اللي بيجي يتعالجوا من المشكلة دي بيبقى حصل مشكلة في الشغل، هو دخل على المواقع دي أثناء الشغل. هتقولي لي يعني هو ما لقاش غير الشغل ويخش؟ ما هو ده المدمن بقى، ما بيبقاش واخد شايف الخطورة، مبقاش قادر يتحكم في اللهفة، فبتلاقي ان هو ممكن يستخدم المواقع دي في اماكن وفي اوقات المفروض ما يستخدمهاش. وبرضو في احيانا الناس بتيجي تتعالج لان شريك حياته طلب منه انه يتعالج، لان هو ابتدى يسبب على مشاكل في العلاقة الزوجية وهكذا. زي ما قلنا اللهفة من الأعراض، الناس اللي مدمنة المواقع الإباحية دي بيبقى فيه لهفة، بيبقى قاعد مستني إن الناس كلها تنام في البيت، بيبقى قاعد مستني إن الرئيس في العمل يختفي عشان يخش. فوجود اللهفة والحب الشديد ده عرض من الأعراض. برضو مدمن المخدرات بتلاقيه بيقضي وقت كتير عمال يفكر هجيب المخدر ده منين، أو الكحول هجيبه منين، هدفع فيه كام، هقعد. تلاقيه بيستخدمه لمدة طويلة، هتلاقيه عشان يريكفر من الإفكت بيقعد فترة كبيرة. برضو مدمن المواقع الإباحية هتلاقيه الموضوع شاغل وقته كتير جدا، عمال يفكر ايه انا هجيب اني مواقع، انا هدفع
بعد شويه بتدور طبعا على الحاجات الفري، بعد شويه بيبدا يدفع فلوس كتيره قد تتعدى الاف الدولارات في ان هو يتفرج على الجديد والممتع اكتر واللي هو حاجات غريبه وهكذا. حاجه كمان التولرانس، ودي اهم نقطه اللي هو ودي اللي هو ايه التولرانس، التعود. يعني مدمن الهيروين مثلا يقول لك انا ابتديت احقن هيروين 1 جرام، بعد سنه بقى 2 جرام او 3 جرام، يعني لان ليه الواحد جرام ما بقاش يكفيني، انا بقيت عاوز اكتر عشان احس بنفس الافكت. ده بتلاقيه في المواقع الاباحيه، كان بيستخدم يوم في الاسبوع، بعد كده 3 ايام في الاسبوع، بعد كده كل يوم، فالمده بقت تزيد. تمام، الجرعه كمان بقت تزيد، الكونتنت نفسها تزيد. ازاي؟ كان بيتفرج على صور اباحيه او مواقع او افلام اباحيه بصوره معينه، ابتدى يدور لا الجنس العادي ده ما بقاش هو ده اللي بسبب الابتداع، بقى يدور على الحاجات الغريبه، الحاجات المختلفه، الحاجات اللي كل المجتمع هيقول عليها لا، الحاجات اللي كل الناس اسر هتقول عليها لا، فبقى تلاقي ايه الدرجات دي بتزيد بالتدريج. طيب انا عندي سؤال، معلش يعني ممكن برضو يعني يكون في بيوت وقع في الموضوع ده وعندهم مشكله بسبب الموضوع ده، يعني بدون دخول في تفاصيل، الزوجه تعرف منين لو زوجها اكيد يعني مش هيتفرج معاها، يعني الا بقى لو انت بتشوف حاجه زي كده، انا مش عارفه يعني، بس هو تعرف منين زوجها بيشوف في موقع اباحي؟ بصي هو ما فيش حتى مع الاطفال او مع الازواج، انت ما فيش حاجه معينه تعرف ان انت بيشوف او بيتفرج عليها غير ما تشوفه، يعني تبقى داخل عليه الاوضه تلاقيه فاتح المواقع دي. طب نفترض ان هو لا انا ما شفتوش بيعمل كده، ما فيش عرض معين، يعني المخدرات مثلا مدمن الهيروين، انا لو بصيت على ايده هلاقي علامات الحقن على طول كده وهو ماشي في الشارع، انا عارف ان ده مدمن هيروين. السكران اللي بيشرب كحول، الاب والام والزوجه كله هيبقى عارف. مع المواقع الاباحيه لان في ايزي اكسس وفي برايفسي في الموضوع، هو ممكن يعملها من غير ما حد ياخد باله وفي اي وقت وموجوده طول الوقت، فدي بتبقى صعبه شويه ان الزوجه تعرف. طبعا هتقول يعني هو مش ممكن يبقى مكتئب شويه مثلا، مش ممكن يبقى متضايق، مش ممكن يبقى عنده احساس بالذنب، مش ممكن يبقى مش مستمتع في العلاقه الحميمة مع مراته. ممكن الحاجات دي تبقى أعراض موجودة، بس الأعراض دي ليها أسباب كتيرة، يعني ممكن مش مش تقول إن هي يعني لو رجعت وطلعت النقطة دي وقلت لك أي أب وأم بيشوفنا دلوقتي، وطبعا نسبتها في الولاد والشباب كبيرة جدا، يعرف منين إن ابنه في البيت برضو، مع الولاد معظمهم والبنات قافلين الأوض في سن مثلا هاي سكول ولا الجامعة على طول على نفسهم، يعني لما يعني يعرفوا يشكوا ازاي، يعني كبيرنتس وقلقانين على اولادهم، او والميديا مفتوحه، الجيمز مفتوحه 24 ساعه، يعني هم فعلا انا بشفق على الاولاد والبنات المتربيين في المهجر او في الدنيا كلها دلوقتي، بقت يعني مفتوحه زياده على اللزوم. يعني والاكسس عنهم اكيد في اولاد كتير وبنات يعني بيقعوا في الموضوع ده بالظبط. ما هو زي ما قلت لك الايزي اكسس دلوقتي كل الناس بقت تتفرج وكده. انا شايف ان المراقبه طبعا احنا ممكن نقول على في مواقع وفي ابلكيشنز ممكن تنزلها تبقى بتراقب كل الكمبيوترات بتاع ولادك، فلو حد ولد من ولادك حاول يدخل على المواقع دي هيديك انت نوتيفيكيشن ان هو حاول يدخل. انا ممكن نبقى نشارك ايه يعني لو اخر الحلقه ان شاء الله، يعني لو حابه نبقى نشارك ببعض المواقع، وفي منها فري وفي منها بتدفع له فلوس. دي طريقه تستخدم برضو، بس هو ممكن الولد يستخدم كمبيوتر بره البيت عشان يدخل على الحاجات دي. فانا شايف ان انت تبني علاقه مع ابنك ده اضمن حاجه في المجتمع اللي احنا فيه دلوقتي، في العصر اللي احنا فيه المراقبه طول الوقت دي ما بقتش هتنفع. انا شايف ان انت تبني علاقه معاه وتفتح له قلبك وتتكلم في كل حاجه وتصاحبه من سن صغير، من هو عنده سنتين ثلاثه تبدا تبني علاقه وتصاحبه، بحيث هو لما يخش في سن المراهقه يبقى مستريح لك قوي للدرجه ان هو يتكلم معاك في اي حاجه حتى في الحاجات دي. طيب خلينا ندخل في درجات من الإدمان. هل المواقع الإباحية ليها درجات من الإدمان؟ بالضبط، زي بصي زي إدمان المخدرات في درجات منه. يعني شوية الأعراض اللي أنا قلتها من شوية اللي هو التعود، وده في كمان إيه أعراض اللي هي الانسحاب. يعني تعرف المخدرات لما واحد يبطلها بيجي له أعراض انسحاب عضوية، يعني تلاقي بقى جاله صداع وزغللة في العينين وإسهال ووجع في العضلات، أعراض كده. في إدمان المواقع الإباحية بيحصل برضو أعراض انسحاب، بس أعراض انسحاب نفسية،
يعني ممكن يبقى فيه توتر، قلق، مش قاعد على بعضه، متضايق، مشاكل في الغضب والتحكم في الغضب، يعني أعراض انسحاب بس إيه نفسية. في درجات، في درجات. الأعراض اللي أنا قعدت أقولها النهاردة دي كلها، اللي هو بقى فشل في الدراسة، فشل في العمل، استخدام بمدة طويلة، استخدام أفلام متنوعة بصور مناظر متنوعة، لما يكون عندي أعراضين أقول دي درجة متوسطة. لما يكون عندي 4-5 أعراض من الأعراض اللي أنا قلتهم دول أقول لي درجة فوق المتوسطة. أما يكون كل الأعراض بقى، يعني واحد إدمان المواقع الإباحية ده خلاه يخسر مراته، يخسر شغله، بيحسسه بالذنب طول الوقت، بيقضي بالساعات وبالأيام بيتفرج، ضيع فلوس كتيرة جدا عشان يحصل على الأفلام دي، لما يكون كل الأعراض دي موجودة أنا هسمي دي درجة شديدة. وعند الدرجة الشديدة دي أنا مش شايف إن أنت لوحدك هتقدر تتعالج، يعني أنت تبقى محتاج إن في بقى طبيب معالج نفسي، مجموعات علاجية تكون يعني تساعدك في العلاج. طب وعند الدرجة المتوسطة دي معناها مثلا يعني ما بيشوف، مش للدرجة ان هو every day بيشوف افلام وحاجات زي كده او موقع زي كده يعني. ما الدرجات البسيطة، الدرجات البسيطة دي من الادمان، ممكن هو بانه يقرأ كتب، بانه هو يزود في الحياة الروحية، بانه يلعب رياضة، يعني يعمل. فاحنا هنقول النهاردة نصايح عامة كتير عن ازاي يعني تقلع عن المشكلة دي. ممكن الدرجات المتوسطة من الإدمان مع الحلقة دي، مع قراية بعض الكتب، مع إن يبقى لي حد واثق فيه بيقعد يحكي له، أب اعترافه وخادم، تلاقي الأمور دي اختفت تماما. إنما لما يكون حالة الإدمان زادت بزيادة، ده تخصص في الطب ليه طرق معينة في العلاج يعني. طيب ننقل نقطة تانية، وهي نسبة انتشار إدمان المواقع الإباحية، نسبة كبيرة جدا. أنا يعني أنا شخصيا تخضيت يعني، وده بجد النسبة دي يعني معقولة توصل 90% من الرجال؟ وطب فاضل مين بقى؟ كل القليلين هم الطبيعيين. عارف أقول لك على حاجة كمان في النسبة، أنت عارف إحنا بنستخدم الإنترنت للبحث عن المعلومات عن مكان حاجة، صح؟ بيقولوا إن كل 5 عمليات بحث على الإنترنت، واحد منهم بيبقى بحث عن المواقع الإباحية. يعني كل انت عارف احنا كلنا دلوقتي بنستخدم جوجل وجوجل مابس، وبندور على كتاب، وبندور على ارتكلز، وبندور على برنامج اللوجوس، كلنا بنخش على الانترنت ندور على حاجات مختلفه. كل 5 تدويرات من دي بيبقى فيه واحد عمال يدور على مواقع اباحيه. فدي نسبه انتشار عاليه جدا. النسبه زي ما حضرتك قلتي طبعا في الاول، انها استخدام المواقع دي قد يصل ل 90 او فوق 90% في الرجال، قد يصل ل 70 ل 80% في النساء. بس أنا عشان أقول ده إدمان، وإدمان بقى بالصورة المرضية اللي أنا اتكلمت عليها، بالصورة الشديدة تصل ل20% كإدمان بصورة شديدة، محتاج علاج ومحتاج يشوف دكتور، وساعات ممكن يبقى محتاج دواء. طيب 20% يعني ربنا طبعا يعني يبعد عن كل الناس وأولاده كل أنواع الإدمان دي. خلينا نقول ليه الناس بتدمن الحاجات دي، مع إن كل الأديان السماوية بتقول إن دي غلط، وإن نهتم بعفتنا وبالطهارة، يعني كل الأديان مجتمع على هذا المبدأ، يعني ليه الناس بتدمنها بالظبط؟ اللي يخلي واللي يخليهم صعب يبطلوها يعني. بالظبط. بصي، طبعا الإدمان كنا فاكرينه قبل 1930، كنا فاكرين موضوع الإدمان ده ضعف في الشخصية، وإنسان مش مهتم بحياته الروحية، أو مش مهتم بمراته، أو مش مهتم بعياله، فعشان كده هو مدمن، أو دي أنانية منه، يعني مش يحترم إن هو ليه زوجة مثلا، أو هي تحترم إن هو زوجها معاه، يعني كنا فاكرين كده. دلوقتي بقينا نبص على الموضوع، لأ ده موضوع معقد وليه جوانب بيولوجية وجوانب نفسية وجوانب اجتماعية وجوانب روحية، يعني في أسباب كتيرة ليه الناس بتدمن. يعني مثلا السبب البيولوجي اللي ممكن حتى الناس تستغرب، إن السبب جيني، إن في ناس عندها استعداد للإدمان، مش بس يعني استعداد للإدمان بكل صوره. يبقى أكيد أنت شفت في ناس مثلا تشرب كحول مثلا، أوكي تشرب كاس مثلا وخلاص، لا ده مضر أنا مش هشرب تاني. في واحد تاني يشرب كاس وفجأة الكاس ده يبقى 10، والعشر يبقى 20، والعشرين يبقى 1000، ويبقى مدمن. اشمعنى؟ مع أن نفس الأشخاص، اشمعنى؟ لأن في واحد عنده استعداد أن هو يبقى مدمن. أوكي؟ استعداد جيني؟ استعداد جيني. ده عشان كده الوراثة، يعني أنا دايماً لما بشوف مريض بقول له هل بابا كان مدمن، هل ماما كانت مدمنة،
لان انا لو قال لي لا ده بابا وماما وخاله وتيتا، ابقى عارف ان هو يعني رحله العلاج هتبقى صعبه جدا. ليه؟ لان في استعداد. هتقولي لي الاستعداد فين؟ في الجينات. في يعني بيظهر في ايه؟ في مركز المكافاه. يعني احنا عندنا في حاجه اسمها مركز مكافاه في المخ، الريورد سنتر، ده بيحتوي على ماده اسمها الدوبامين. دي ماده بتخلينا دايما فرحانين، اما ناكل بنفرح، اما ننجح بنفرح، اما الناس تهتم بينا يعني سوشيال اتنشن بنفرح. بس في بعض الناس المركز ده بيبقى فيه لخبطه معينه كده، بيبقى الدوبامين قليل عندهم، فبتلاقيهم طول حياتهم بيدوروا على نسب اعلى من الدوبامين او مصادر الدوبامين المختلفه، فتلاقيه اول لما بيمسك في حاجه بتفرحه تلاقيه مش قادر يسيبها. وحاجه برضو يعني نبقى عارفينها، ان الادمان ما بيظهرش في صوره ادمان حاجه واحده. يعني اللي هيدمن المواقع الاباحيه هو نفسه ممكن يكون عنده استعداد لادمان الرياضه، استعداد لادمان القمار، استعداد لادمان الكحول. عشان كده حابب ابص على مرض الادمان مش ادمان حاجه، او الحاجه هي اللي يعني ما بيبقاش هو واحد ايه كويس ممتاز ويعيني اول لما فتح المواقع هي المواقع اللي سببت له الادمان. لا، هو المواقع هي اللي مصدر الادمان، لكن برضو اختلاف الاشخاص في استعدادهم ان هو يدمن الحاجه دي مختلف. عشان كده دي حاجه للخدام برضو يبقى عارف ان هو ممكن المخدومين اللي عنده يقول يبقى عنده 10 ولاد بيخدمهم، وقعوا في المشكله دي كلهم اتفرجوا على افلام، هيلاقي مثلا ايه 7 منهم يقول لهم لا بطل حبيبي ومن يعني دي خطيه ويعني بلاش الموضوع ده، فتلاقيهم سمعوا الكلام. في واحد هيسمع الكلام بس يقول لك انا مش قادر ابطل، مش في حاجه غلط. فهو ده اللي بيبقى عندهم استعداد، وهم دول اللي ممكن بيبقوا محتاجين مساعده اكتر. برضو ما ننساش الجزء النفسي، ان الادمان، انا بتكلم ادمان بصوره عامه، الناس اللي بتتعرض لضغوط نفسيه كتيره بيميل ان هو يدمن اكتر. عشان كده تلاقي الناس بتدمن سجاير لما تعرض لضغوط، بتدمن الكحول لما تعرض لضغوط، بالذات لو الضغوط دي اثناء الطفوله. يعني الطفل المشاكل في البابا وماما في البيت واللي بيسمعها وضغوط عليهم، هو ده اللي بيديهم اي نوع بقى من الادمان، يعني مش حسب بقى ما هو يعني السكه تمشي فيها. يعني بالظبط، انت عارفه التعريف ال American Society of Addiction Medicine اللي هو الجمعية الأمريكية لعلاج الإدمان بتقول لك الإدمان ده هو seeking reward, relief or escape. يعني هو البحث عن مكافأة أو الهروب أو الراحة. يعني هو مش مرتاح، مش مرتاح في حياته بسبب خبرات الماضي، بسبب خبرات الحاضر، هو مش مرتاح، فهو بيبدأ يدور على حاجات تريح. عشان كده تلاقي ناس كتير إدمان يقول لك بص أنا أول لما يبقى عندي امتحانات الإدمان ده بيزيد جامد جدا، انا اول لما اتخانق مع مراتي الادمان ده بيزيد جامد جدا، انا اول لما افشل في عملي او ما اعملش شغلي كويس ورئيس في العمل يضايقني ارجع البيت واقعد بال5 ساعات بتفرج على المواقع دي. فاحنا هنلاقي يبقى احنا قلنا في جزء جيني، في جزء نفسي، برضه في جزء اجتماعي. يعني العزله الاجتماعيه، يعني مثلا في فتره الكوفيد دي، فتره الكوفيد اللي هي السنتين اللي فاتوا دول، نسبه الادمان زادت بطريقه مش طبيعية. يعني احنا في البرنامج اللي انا عامله في كالجاري احنا 4 دكاترة كلنا بقينا مليانين، ما فيش اوبننج حتى لمدة شهور قدام ان احنا نشوف عيان جديد. لان يعني بخلاف الادمان هي الناس كلها جالها امراض نفسية، يعني انتوا بقى اشتغلتوا علينا حلو. بالظبط، يعني هو الموضوع زاد بطريقه مش طبيعيه، اثر بطريقه سلبيه نفسيا بقى دمرنا كلنا. لا طبعا الموضوع الادمان وقعده الناس في الاولاد والازواج والزوجات في البيوت على طول مده طويله جدا كانت بالزبط. يعني اكيد دفنت يعني طبعا يعني طيب احنا لو نقلت النقطه الثانيه في فكره انا يعني انا بتكلم بصوت الشخص المدمن مواقع الاباحيه، انا شخص مبسوط ما باذيش حد ولا ضايقتك ولا 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 انا ضايقتك يا فلان ولا ضايقتك، فانت انا ما باذيش حد ما بعملش حاجه غلط، ايه الاضرار اللي ممكن تقع عليا؟ ايه الاضرار اللي ممكن تقع عليه في العلاقات الزوجيه لو هو متجوز؟ ايه الاضرار اللي ممكن تقع عليه لو هو عايز يتجوز؟ وهيكون الجواز ساعتها صعب ولا الموضوع هيمشي ازاي؟ طبعا ده رايي اللي انت قلتيه، ده رايي. في ناس تقول لك يا عم مش مضر، يا عم مضر ايه، بس مفيش ضرر ولا حاجه. انا بتفرج وبنبسط وخلاص، انت ولا ضايقتك ولا مثلا بتحرش بالناس في الشارع ولا حاجه، دي حاجه ما بيني انا وما بين الكمبيوتر. لا طبعا هي ليها تاثير نفسي سلبي عليك وعلى المجتمع. اول حاجه بيحصل حاجه اسمها ارتباط شرطي. ايه الارتباط الشرطي ده؟ الواحد لما يكون بيمارس الجنس او بيبقى مصدر الجنس هو الكمبيوتر والشاشه والمواقع، اوكي،
بقاله 20 سنة كده الاستمتاع الجنسي بيتم على الشاشة دي والكمبيوتر ده وبالمواقع دي، فجأة بعد 20 سنة نقول له ايه ده سن الزواج بقى، ده انت المفروض ايه ترتبط، ده انت المفروض يبقى في حد معاك وهكذا. تلاقي في ناس بيحصل لها erectile dysfunction او صعوبة في الانتصاب او مشاكل في العلاقة الزوجية، لان مش هو ده اللي متعود عليه. وبعدين هتقولي ليه ما هي هي، لا هي مش هي هي، انت بتبقى قاعد لوحدك ومستخبي والكمبيوتر، فجأة تلاقي حد معاك لازم هتشاركه مشاعرك، لازم هيبقى فيه كلام، وجزء من الموضوع ان هيبقى فيه جنس في الموضوع ده جزء، انما هي العلاقة نفسها دي علاقة نفسية، دي علاقة فيها كوميونيكيشن وتواصل، دي علاقة فيها علاقة حميمة. انت لو انت مش متعود فصعب ان انت تغير. هتقولي لا ده في ناس بتتفرج وفي نفس الوقت هي علاقتها كويسه ما فيش اي مشكله، بس في ناس، ما هو في ناس زي كحول كده، في ناس هتشرب كحول مش هتدمنه، في ناس هتشرب مش هتقدر تبطله، فانت بتحط نفسك في ريسك ان انت ممكن يعمل لك مشاكل في الزواج. غير كده احنا زي مشكله التعود اللي قلت لك عليها، ان انت بعد شويه هتبقى less responsive للنورمال سيكشوال بيهيفير. يعني ايه؟ ما بقاش عندك بقى الجنس العادي اللي هو العلاقه العاديه اللي هي ربنا خلقها ما بقتش ممتعه. يقول لك انا مراتي مش مبسوط، انا ما بقتش ولا عاوزها اساسا. انا ليه؟ لان المصدر التاني بيدي صور اكتر، بيدي بالتصوير، لان احنا نعرف حاجه، في حاجه anticipation of reward اكتر من الريورد نفسه. يعني ايه؟ يعني توقع الحاجة الحلوة أكتر من الحاجة نفسها. يعني أنت مثلا لما تبقى ماشي وجعان وشميت ريحة الأكل، تحس إن الأكل ده أحسن حاجة في العالم وإن أنت نفسك تاكل وياه وجميل قوي. طب ما تروح لا تاكل ده بتنبسط، بس مش بنفس درجة التوقع، التوقع كان أعلى. وهكذا برضو في المواقع دي، أنت بتحس بعد فترة إن الموقع بيديك ساتسفاكشن أكتر من الحياة الجنسية الحقيقية. طبعا في مشكله طبعا على الزواج جدا جدا جدا. طبعا في احساس، مش عاوز اقول بقى احساس الرفض اللي هتحسه الزوجه، ولو عرفت وهي اصلا هتتجنب العلاقه لان هي هتحس ان دي في ناس بتعتبرها نوع من انواع الخيانه. في طبعا اللي بيبدا ادمان المواقع دي في سن صغير ممكن تعمل سرعه في القذف، لان هو هيبقى هو دايما بيبقى بيستخبى من بابا وماما، دايما بيجري، دايما عاوز بسرعه، فده ممكن ياثر على انه في المستقبل يبقى بياثر في مده العلاقه، فيحسش ان هو مبسوط او شريكته تكون مبسوطه. طبعا حاجه كمان يعني بس الناس هتستغربها شويه، ان تركيب المخ نفسه بيتغير. حتى احنا يعني لما ناخد صور بالاف ام ار اي اللي هو يعني اشعه مقطعيه على المخ، الناس اللي بتدمن اي نوع من الادمان بيغير في تركيب المخ لدرجه ان هو بيأثر على القشره الاماميه للمخ الفرونتال كورتكس، على قدرتها على اتخاذ القرارات في الحياه والمذاكره والتفكير والتحليل والتفكير التحليلي والكلام ده. فانت هتلاقي الناس اللي ده في اي نوع من الادمان هتلاقي دايما مندفعين، مش قراراتهم سريعه، مش بيركز قوي، لان احنا بنلاقي ان القشره المخيه بتتغير مع نوع اي نوع. طبعا بتتغير مع انواع الادمان المخدرات اكتر، بس برضو لان ادمان الاباحيه نوع من انواع الادمانات فبيأثر على نفس الطريقه. يعني من كلامك يا دكتور، هو انا يعني شايفاه من كلامك انه اصعب الانواع، و it's free it's available، يعني متاح ومجانا، يعني بدون اي مجهود، اي كمبيوتر، اي موبايل، اي لابتوب، اي ايباد، وكله هيعرف خلاص. الدنيا بقت سهله قوي، غير بقى زمان والسنين لما كانش فيه بقى الاجهزه والحاجات دي. ده موضوع صعب جدا وادوار كتير جدا. يعني لو واحد بيفكر في الارتباط بقى، لا ما هو يعني انا شايف لو حد عنده المشكله دي، احنا اتفقنا لو هي المشكله كبيره وكل الاعراض اللي انا عمال اتكلم دي موجوده، يعني انا seeking help احسن من ان انت تحاول وتفشل لوحدك. وفي دكاتره كتير متخصصه بالموضوع ده، وفي اماكن كتير، وفي مجموعات علاجيه كتيره للموضوع. طيب واحد بقى هو هيرتبط قدام وهو بيستخدم المواقع دي، لا انا شايف ان احنا المفروض نمتنع عنها. ممكن عاوز تمتنع تدريجيا، اوكي، عاوز تمتنع مره واحده وتقطعها تماما، اوكي. وفي حتى ابلكيشنز انت ممكن بتشترك فيها، بيبقى مثلا فيها 20 واحد بيحاول يساعد نفسه، فهتلاقي ال 20 دول لما بتنزل انت داونلود الاب دي، هتلاقي ال 20 دول شايفين بعض.
يعني هم 20 مريض شايفين بقى بيستخدموا الاب، هيتفقوا ان احنا هنسبورت بعض، ولو انا دخلت اشوف حاجه انتوا كلكم هتعرفوا، لو انت حد منكم دخل انتوا كلكم هتعرفوا، فيبدا السبورت يحصل ويشجعوا بعض، مش بيفضحوا بعض لان هو بيبقى متفقين ان هم يساعدوا بعض. طبعا انا مش عاوز اضيف حته ان المعلومات الغلط بقى اللي بتيجي من المواقع دي عن الحياه والعلاقه الحميمه، وان انت لقوا اكتر من 80% من المشاهد اللي بتتعرض في الافلام دي بيبقى فيها عنف وعدوان ضد المراه، يعني الاولاد والاطفال بيتعلموا ان العنف ضد المراه ده حاجه عاديه، بيبقى برضو ممكن تتعلم ان كل الستات خاينه او كل الرجاله خاينه، لان هما بيحطوا، انا زي ما قلت لك هو العلاقه العاديه ما بقاش، مش هتلاقيها في الافلام، ليه؟ لان هو المدمن ما بقاش بيدور على العادي، هو بيدور على فوق العادي، فتلاقي علاقات غريبه جدا مش موجوده في المجتمع، مشايوه الدين مش موافق عليها، المجتمع نفسه العرف مش موافق عليها الا انها موجوده. هتقولي لا ما انا بتفرج يا عم انا بنبسط، وانا عارف ان ده كله ده افلام، يعني هو انا لما اشوف سوبرمان بيطير هطلع اطير من فوق العماره؟ ما انا عارف ان دي افلام ومش حقيقي. هو الموضوع مش سهل كده، هو احنا عندنا عقل واعي وعقل باطن، العقل الباطن بيقعد يسجل من المعلومات دي كتير جدا، فتلاقي هي اثرت على تركيبك النفسي وعلى احساسك النفسي نفس ناحيه العلاقه الحميمه، فتلاقي تعمل لك مشاكل. انا مش عايز اخش في الديتيلز للمشاهدين، يعني مش عايز اقلق الناس، بس انا بقول لك ان يعني تجنب النوع ده في الثقافة الجنسية، يعني ما تعتمدش على الثقافة الجنسية ان انت تستخدمها من المواقع دي، لان هي مش هتعمل لك يعني اضرار اكتر من فوائد. وفي طب افترض واحد ممكن يسأل، طب انا عاوز بص انا ومراتي انا عاوز ازود ثقافتي عشان ابقى علاقتي احسن، ده سؤال برضو مهم، انه كويس انك يعني قلته. يعني انا عايزه احنا برضو عشان جايين من ثقافة شرقية، فبرضو الازواج مش مثقفين جدا الثقافة الجنسية، يعني ازاي يزودوا ثقافتهم؟ يعني هل هو ده واحد من الاوبشنز يعني ولا لا؟ ما هو لو هو بيعرض لي حاجات واقعية المواقع دي اقول لك ماشي، ما تتفهم دي حاجات واقعية، لو انت هتبقى فترة بتتعلم منها انا ما عنديش سو بيعرض لك حاجات مش واقعية تماما هتضر اكتر ما هتفيد. انما انا شايف ان اأمن حاجة حتى طبيا احنا بنشجع عنها في حاجة اسمها، لو كتبت بالانجليش سكس ثيرابي اب، اللي هو تطبيقات اللي بتساعد على العلاج النفسي الجنسي، منهم مثلا في اب اسمها بلو هارت مثلا، القلب الازرق، هو بيشرح لك لو لما يكون انت اتنين وعندهم مشاكل في العلاقه الزوجيه، هو بخطوات بسيطه وبطرق معينه هيحدد لك المشكله فين، وتقدر انت تتعلم ايه اللي ممكن يساعدك اثناء العلاقه من خلال الابس دي، لانها مكتوبه بدكاتره وبسكس ثيرابيست، هم شغلتهم انهم ينجحوا العلاقه. واحنا عاوزين برضو لو العلاقة دي فاشلة او مش ناجحة ما بين اتنين، في ناس متخصصة انهم ينجحوا العلاقة دي، في دكاترة وفي كونسلر هو شغلتهم الحتة دي بس. انت لو ايا كان انت عايش في نيويورك مثلا، اكتب سكس ثيرابي ان نيويورك، هتلاقي في كونسلر هي دي شغلته، هتلاقي في دكاترة هي دي شغلته. لكن ما تلجأش الفرجة على الافلام دي لان الحاجات اللي فيها دي مش واقعية، وزي ما بتقول فيها حاجة عنف شديد، يعني مش هتستفاد حاجة تماما. طيب فكرة ان المجتمع هنا بيقول انها حاجة عادية وما فيهاش اي ضرر وطبيعية جدا، وبيقنعوا الاولاد بحاجة زي كده من سن صغير، وانها ليها فوائد بالعكس، وبتاخد معلومات وبتاخد ثقافة، يعني مش بالعكس دي حاجة كويسة. يعني فكرة البليون دولارز اندستري، يعني صناعة الفلوس، يعني والولاد يقولك طب ده قبل الجواز، طب ما نتفرج، والبنات طب ما نتعلم. طب ايه رأيك في الموضوع ده؟ لا هو انت يعني احنا زي ما قلنا هي مصدر للتعليم خاطئ، مش حقيقي، ده رقم واحد. رقم اتنين انا ما اضمنش، احنا عندنا 20% من الناس اللي في العالم كله عندها استعداد للادمان الشديد لاي حاجه، فانا ليه زي واحد يقول لك ما الكوكايين انا هستخدمه كده انبسط حبيبي، ما انت ممكن تدمنه. لا لا لا، ما هو مش في ناس عندها استعداد للادمان، في ناس لا، ما يمكن انا من الناس لا، ما يمكن انت من الناس اللي وهتدمنه مش هتوقفه، فانا ليه ادخل نفسي في حاجه انا عارف ان هي ملهاش فوائد وليها اخطار؟ غير كده الاندستري دي نفسها الصناعه دي بتعتمد على هيومن ترافيكينج، يعني انا كان في فتره في شغلي
انا كنت بشتغل مع السكس وركرز اللي هم اللي سابوا الشغلانه دي وعاوزين يتعافوا، يعني هم كان شغلتهم كده. دي كلها بيبقى تجارب البشر، مش الصوره اللي انت بتشوفها. يعني دي ناس، لإما ناس بتبقى هي بتعمل الأفلام دي عشان تاخد فلوس تشتري مخدرات، أو بتعمل الأفلام دي عشان تسافر من مكان للتاني، أو يعني فيها استغلال بشري مش طبيعي. فأنت يعني ليه تدخل نفسك وكيف حاجات علميا إن هي مش صح، في ريسك إن أنت تدمنها. أنت كده بتشجع صناعة هي بتعتمد على الإتجار بالبشر، ده الأساس بتاع الصناعة دي. ده من خبرتي، أنا اشتغلت لمدة سنتين مع الناس دي، اللي كان في بعض منهم بيصور الأفلام دي، دي شغلته، يعني هو دي دخله الأساسي. ما شفتش إن في حد باختياره هو داخل الموضوع ده، تلاقي وهو بدام جالي أنا تخصص الإدمان، يبقى هو دي المشكلة. كان في إدمان في الموضوع برضو، مش إدمان للإباحية، لا ده إدمان للمخدرات عامة. طيب لو ندخل بقى دلوقتي لأنواع العلاج، ولو قلت بالتفكير البسيط يعني هو الواحد لو في مرحلة متوسطة أو فوق متوسطة شوية، مش المرحلة الكبيرة، يعني هل فكر بقى يشيل الكمبيوتر من قدامه ويقلل يمنع تماما من الموضوع، ولا الموضوع بيمشي إزاي يعني؟ بصي، هو الموضوع احنا زي ما قلنا الأسباب ممكن تبقى أسباب يعني بيولوجيكال، سايكولوجيكال، سوشيال، سبريتشوال، يعني في دي الأسباب، ممكن أسباب جينية وأسباب نفسية وأسباب اجتماعية وأسباب روحية. العلاج برضو لما بيمشي لازم يمشي على الأربع حاجات دي. يعني جسمك ده لازم تهتم بيه، فأنا لازم رياضة ولازم النوم ولازم الأكل الصحي، ده مهم. هتقولي وإيه اللي دخل ده في المواقع اللي أنت بتقولها؟ لأن أنت لما تحسن من جسمك الحالة النفسية تتحسن. فلما تتحسن ما تبقاش أنت عاوز تهرب طول الوقت بحاجة، ما تبقاش أنت ملان طول الوقت. لأن ليه؟ لأن أنت اهتمت بالصحة الجسمانية، فالصحة النفسية تتحسنت. برضو حاجة كمان، الجزء النفسي، يا ريت أنت لو في مشاكل نفسية، يعني مثلا اكتئاب، قلق، توتر، محتاج علاج، اروح اشوف العلاج. لا، يا ريت انا برضو اقرا سيلف هيلب بوك واتعلم منها، يا ريت اسمع محاضرات اللي يكون فيها فايده علميه اللي بتحسن الصحه النفسيه. الجزء الاجتماعي لازم يبقى ليه اصدقاء. الوحده دي، يعني الوحده من اشد الحاجات اللي بتزود النوع ده بالذات من الادمان، لان النوع ده بيحب البرايفسي. فاحنا يعني عاوزين يبقى في حد دايما معانا، على الاقل صديق واحد. يعني انا مش عاوز يبقى عندك 10,000 فولوور على الفيسبوك وتقولي يا ده انا عندي اصدقاء من كل العالم، كل دول مش اصدقاء، ده اصدقاء وهميين. انا عاوز صديق واحد بتكلمه وكانك بتكلم نفسك. طبعا ما ننساش الجزء الروحي اللي هو الصلاه بقى والصوم، وان انا يكون ليا اب اعتراف، لان يعني ان انا اعترف بالمشكله دي لحد ده نص العلاج. بالظبط. بس لو هنتكلم بقى بطريقة يعني متخصصة، العلاجات تبقى ماشية، يعني العلاج بيمشي ازاي. احنا احسن طريقتين في العلاج، في عندنا حاجة اسمها علاج معرفي سلوكي، وعلاج ببرنامج 12 خطوة. دول من اقوى يعني العلاجات الموجودة، الناس بتستخدمهم. طب اشرح لنا اكتر يا دكتور عن العلاج. نبدأ بالعلاج المعرفي السلوكي. طيب. بس النقطة قبل ما أنساها، قبل ما نتكلم في العلاج، فكرة الـ servants، Sunday school servants في سن الهاي سكول مثلا، لو لاحظوا على الولاد حاجة أو الولاد جم يتكلموا معاهم، أنت تنصح الخدام بإيه برضو؟ يعني هل يعني الآباء صعب قوي والأمهات إن هم يقنعوا أولادهم إن هم محتاجين علاج لو هم في حالة كبيرة من الإدمان؟ يعني أنت إيه نصيحتك مثلا للخدام أو يهتموا بالموضوع إزاي يعني؟ لا، انا شايف ان هم يعني يقروا عن الموضوع ويزودوا ثقافتهم عن الموضوع، عن الادمان عامه، لان دي مشكله. مش بس ادمان، دي زي ما قلنا الادمان بيبقى فيه استعداد لبعض الاشخاص انها تدمن، وبيظهر في صور مختلفه. فان انت تزود معلوماتك ده كويس، ان انت تبني علاقه ما بينك وما بين المخدومين، دي حاجه برضو من احسن الحاجات اللي يعني هتحسن من الموضوع. ممكن التيبس اللي انا هقولها دلوقتي عن العلاج المعرفي السلوكي او العلاج البرنامج 12 خطوه، انت هنستخدمها في الخدمه للحالات اللي هي متوسطه. زي ما قلنا الحالات اللي هي كبيره قوي هعمل فيها ايه؟ طب لو حاله شديده جدا وهو مش قادر يبطل وبيقعد بالخمس ساعات كل يوم، انا هعمل ايه؟ انا هعمل هي حاجه، انا هبني معاه علاقه
لدرجة ان هو بعد شوية هيسمع كلامي، فانا اقدر اعرض عليه الكونسلرز، لان طبعا المعالج النفسي اللي بيتخصص في سن التينيجر مختلف عن المعالج النفسي اللي بيتخصص في الكبار. فاليوث كونسلرز دول انا هقدر برضو بالانترنت، وفي منهم كتير بيبقوا في الكنيسة مسيحيين بيمشوا على دخلوا العلاج النفسي مع العلاج الروحي، فسهل ان انا اوصل لهم. بس عشان انا اقنع اللي قدامي ان هو يسيك هيلب، ان انا لازم ابقى بني معاه علاقه كويسه. علاقه اه بالنسبه للعلاج بقى، يعني العلاج زي ما قلت العلاج المعرفي السلوكي ده، ده هو علاج معرفي سلوكي. يعني انا هغير شويه معلومات في المعرفه بتاعتي، وهغير شويه في السلوكيات بتاعتي، فتوقع ان المشكله تقل. طب قول لي يعني انت عاوز ايه؟ يقول لك الخطوه الاولانيه في علاج الادمان لازم تبقى عارف اضراره، فلازم تمسك ورقه وقلم كده وتكتب كل اضرار النوعيه دي من الادمان، زي ما احنا اتكلمنا فيها. اه لا ده بيأثر على علاقتي بربنا، لا ده بيأثر على علاقتي بزوجتي، لا ده بيأثر على مدرستي، ده بيأثر. فنكتب كل المشاكل دي في ورقه. هتقولي طب ما هو عارف، انت ليه كده بتزعله اكتر ليه؟ ما انا عاوز المخ يفهم. هو المخ شايف ان دي مصدر المكافاه، لا انا عاوز المخ يفهم ان دي حاجه كمان مضره، فيبدأ ان اللهفه بتقل شويه لما المخ يبدأ ياخد باله ان دي مش حاجه مكافاه بس، لا دي حاجه مضره. وبص بقى الضرر، يعني ضرر على صحتي، ضرر على علاقاتي، ضرر على علاقتي بربنا، ضرر على علاقتي باصدقائي. في ناس بقى طبعا بتخش في مشاكل قانونيه، لان احنا في ناس ما بتقفش على ادمان المواقع الاباحيه، يعني بيبدأ بالافلام، بعد كده يدفع فلوس عشان يتفرج على الافلام، بعد كده يدفع فلوس عشان يشوف الأفلام بنوعية معينة، بعد كده يدفع فلوس عشان يبدأ يعمل شات مع ناس خلال المواقع دي ويتكلم معاهم، بعد كده يزيد لأنه ممكن يقابل الناس دي. طبعاً أنا كل ما بعلى بالتطورات دي كل ما هيكون في فلوس عمالة تدفع، أوكي؟ ففي مشاكل، في ناس بقى بيبقى عليها ديون كبيرة جداً بسبب بس المواقع دي. انا عارف الناس متخيله ان الديون بتحصل بسبب المخدرات الكبيره، لا وبتحصل بسبب الحاجات دي برضو. يا لان في ناس انا شفت، يعني شفت في عندي في العياده في ناس بيدفعوا فوق يعني 20,000 دولار و30,000 دولار عشان يطلب من المواقع دي يمثلوا له فيلم ليه هو، يعني يبقى عنده خيالات معينه في مخه اوكي لسه ما ظهرتش، يطلب منهم انا عاوز يتمثل فيلم بهذه الصوره وبهذه الطريقه، يقولوا طب خلاص ده تكلفته 10,000 دولار، لا ده تكلفته 5,000 دولار. ففي خسارات ماديه بتحصل طبعا. يعني نرجع بقى، احنا بنتكلم على العلاج، على الجزء الايجابي في الموضوع، ان انا هكتب الاعراض، هكتب الاضرار في ورقه، طيب واكتب برضو في ورقه ايه الايجابيات لما بطل، ايه اللي هيبقى حلو في حياتي. علاقتي بمراتي هتتحسن، شغلي هيبقى احسن، تركيزي في دراستي هتبقى احسن، علاقتي او ابونا في الكنيسه هيبقى فرحان وفخور بيا، وهكذا. يعني اكتب الايجابيات بتاع الموضوع ده، جزء من العلاج. حاجه كمان ان انا ايدنتيفايد تريجرز. ايه التريجرز دي؟ اللي هي المسببات. هل في، احنا بنسميها في الادمان بيبول بليثس ثينجز، يعني هل في ناس معينه هي اللي بتدخلني في النوع ده من الادمان؟ يعني هل في اصدقاء هم اللي دايما بيشجعوني؟ هل في اماكن معينه او اوقات معينه بتخليني اميل لهذا الادمان؟ يعني في ناس مثلا يقول لك ايه، مجرد بابا وماما يسيبوا البيت على طول اللهفه بتيجي والكريفنج بتيجي ولازم ابقى بتفرج. والناس بقى اللي بيعمل كده بيقعد يعمل كده لمده 5 سنين، هو بيبقى اوتوماتيك حتى من غير ما يفكر، بابا وماما قفلوا الباب وخرجوا لوحده، الافكار تبدا تشتغل. فانا لازم اتعرف هو ايه التريجرز، اوكي، واحاول التريجرز دي اتجنبها، اتجنب الناس، اتجنب الاماكن، اتجنب الحاجات اللي ممكن تكون بتعملي مسبب او تريجرز. برضو ساعات التريجرز تبقى انترنال، يعني داخليه. يعني في ناس هتقول لك بص انا دايما بقع في الخطيه دي لما يكون حاسس بخوف، خوف الامتحانات، خوف حتى خوف من ربنا، خوف من الناس، سوشيال فوبيا ولا حاجه. او في ناس تقول لك بص اول ما اتعصب ما بيهدنيش غير الموضوع ده. فانا ساعات التريجرز بتبقى تريجرز داخليه، فانا لازم انا الاقي اوتلت ايجابي او طريقه ايجابيه اكون مع المشاكل دي. يعني انا عندي مشكله مع الخوف، طيب ما انا اشوف طرق معينه اتعامل مع الخوف بدل الطريقه دي. عندي مشكله مع الغضب، اتعامل مع الغضب بدل الطريقه دي.
اوكي نفترض مش عارف اسال اقرا كتب، يعني نفترض مشكله الغضب هي المشكله الاساسيه، اشوف محاضرات عن الغضب، اقرا كتب عن الغضب. حاجه كمان ان انا بص في الادمان ده برضو عشان الناس ما تبقاش حاسه بالفشل وهي بتحاول في علاجه، بيبقى في سايكل اوف ريلابس بتحصل، يعني يقوم ويقع ويقوم ويقع ويقوم ويقع. ده مش دليل على ضعف الشخصيه ولا ان هو فاشل، لا ده جزء من المرض، يعني جزء من المرض ان هو في سايكلز كده من الريلابس بتحصل. انا عاوزك انت تبص على كل مره قررت ان انت تبطل ووقعت كان ايه السبب. واحد يقول لك بص هي انا كنت كويس اول ما جت الامتحانات هي دي المشكله، انا كنت كويس بس اول ما اتخانقت مع مراتي هي دي المشكله، انا كنت كويس بس اول ما بطلت اصلي كل يوم بالليل من الاشبيه ابتديت اقع تاني. فانا احاول ابص بنسميه ريلابس سيمتوم لاين، يعني برسم خط كده واقعد ابص انا لما وقعت المرات اللي فاتت وقعت ليه، واشوف مسببات الوقعه دي واحاول اتخلص منها، لان كل واحد لما بيقع بيبقى مختلف عن التاني. صحيح. لا يعني طيب هو علاج معرفي السلوكي ده بيتناسب مع الناس في حالة يعني متوسطة صح؟ برنامج ال 12 خطوة لا الاثنين، بس الاثنين دول بيناسبوا لكل درجات الإدمان. أوكي. بس الفكرة هتقولي طب خلاص هي خطوات معينة وحاجات، هي أكيد ده في كتب اسمها علاج معرفي سلوكي ممكن تقراها، بس هو المشكلة لما يبقى المشكلة من النوع الشديد السيفير أدكشن حلو مش هتقدر لوحدك، مش الكتاب والمعلومات هتساعدك، مش دكتور نادر جبناه وبيتكلم وبيشرح شكله فاهم هو بيقول ايه اللي هو هيقوله هتعرف تطبقه، لا انت محتاج حد تاني يعلمك. يعني هو المهندس بيتعلم هندسه لوحده ولا بيبقى محتاج ناس حواليه، ناس وجامعه وحاجات بيتعلم بيها، الدكتور ما بيتعلمش لوحده، يعني في حاجات انت لازم زي حرفه كده حد هيعلمك. هو برضو علاج الادمان ده بالذات لما يبقى سيفير ادكشن بيبقى محتاج حد معاك ويديك هو التبس ويبقى ويحلل معاك هو انت بتقع ليه وايه اللي هنعمله في المواقف دي، واللهفه مثلا اللهفه اللي بتيجي دي تبقى هو تيجي الفكره في دماغك ومش راضي تبطل. طب ده دي نشوف لها حلول، فاحنا بيبقى عندنا حلول مثلا يبقى كاتب لستة اصدقاء ليك لما تحسس اللهفه دي تيجي تتصل بيهم وتتكلم معاهم، ان انت مثلا تطلع تتمشى لما اللهفه تيجي، ان انت تكتب تجورنال يور فيلينج، اول لما اللهفه دي تيجي تكتب انت تعبر عن مشاعرك بالورقه القلم. في ناس مثلا بيركب استك هنا بس دي ما بنستخدمهاش لما يكون في مرض نفسي، يعني بيركب استك كده واول لما اللهفه تيجي زي يلسع نفسه بالراحه كده فيفوق بحيث ان الافكار دي تروح. طبعا في افكار كتيره للعلاج وطرق كتيره ومختلفه، الطبيب او المعالج هيبقى هو واعي وعارف بالحاجات دي وعارف يستخدم أي طريقة مع مين. بس تاني لو هي المشكلة بسيطة حلو زي ما حضرتك قلتي في البداية 90% من الرجال بيستخدموا المواقع دي، هل 90 دول مدمنين؟ لا، ممكن يكون في درجات بسيطة أو إدمان، النصايح دي ممكن تحللهم المشكلة، بس اللي يبقى عنده درجات كبيرة لا ده عاوز يبقى بيحضر علاج وبيشوف دكتور وبيحضر مواقع سوري مجموعات علاجية. طب ندخل على يعني أهم نقطة وبرنامج الـ 12 خطوة وتشرحهم لنا يعني طيب البرنامج أكيد بصي أي حد في موضوع الإدمان ده بيسمع لو كتبت علاج الإدمان بالعربي كده هتلاقي في حاجة اسمها 12 خطوة. حلو. أولا 12 خطوة دول اللي عملهم المدمنين نفسهم، مش أطباء ولا دراسات ولا حاجة، هما اتنين مدمنين، واحد كان مدمن وواحد كان دكتور ومدمن برضو، وقعدوا كده يشوفوا احنا هنبطل إدمان ده ازاي، لأنه جربوا دكاترة وراحوا يعني مراكز علاج إدمان وكان فشلت، فجم سنة 1940 و 1950 في الوقت ده هي طلعت فكرة الـ 12 خطوة دول. طيب الـ 12 خطوة دول دي طرق من طرق العلاج مناسبين جدا للناس اللي جاي من خلفية دينية زي المسيحيين أو المسلمين أو اللي عنده خلفية دينية، لأن هما الـ 12 خطوة كلها خطوات روحية، يعني داخل فيها ربنا بصورة كبيرة جدا، ورغم أن هو داخل فيها يعني جزء روحي لأنها لسه ما زالت بتستخدم في كل المستشفيات، بتستخدم في كل مراكز الإدمان، بتستخدم يعني البلد اللي أنا فيها بلد صغيرة مثلا
فيها البرنامج ده فيه 300 مجموعة بتستخدمه، يعني 300 مركز بيستخدمه، وأنا عايش في بلد صغيرة يعني. طيب ال 12 خطوة دول إيه؟ يعني ملخصهم، أنت طبعا ممكن تقرأ عنهم، وأنا على اليوتيوب شرحهم في كذا فيديو قبل كده، اللي أنت لو دورت على 12 خطوة كتبت اسمي هتلاقيهم، يعني أنا شرحهم باستفاضة. لكن أقولهم بسرعة بس عشان الناس يعني إيه، أحاول يبقى اتشدوا ليهم فيحس إيه ده، لا ده حاجة، ده حاجة جميلة وحاجة ممكن أستخدمها فعلا. بص الخطوة الأولى مثلا، إن أنت لازم تعترف إن أنت محدود القدرة في حل مشكلة الإدمان دي. الخطوة الأولى أنا محدود القدرة، I'm powerless over this addiction، يعني أنا مش قادر لوحدي. أوكي. الخطوة الثانية إن أنا هأؤمن بقوة أكبر مني تحل لي مشكلة الإدمان. طبعا القوة دي المؤمنين هيسموها ربنا، بس هما شالوها بدل كانت God، أول لما ابتدت نشر خطوة كان اسمها believe in God، بس دلوقتي بيسموها higher power عشان كلمة الإله دي في أديان مختلفة ليها مسمى مختلف. فالخطوة الأولى إن أنا محدود القدرة في حل المشكلة دي أو مش قادر على الوحدة. الخطوة الثانية إن أنا محتاج قوة أعلى مني وأكبر مني. الخطوة الثالثة إن أنا أوجه كل إرادتي وحياتي ومشاكلي للقوة دي. الخطوة اللي بعد كده إن أنا أعمل جرد أخلاقي لكل مشاكلي، يعني أكتب كده إيه عيوب شخصيتي كلها، إيه عيوب سلوكياتي كلها، إيه عيوب الحاجات اللي بفكر فيها كلها، يعني أعمل جرد أخلاقي كده ماشي، يعني هتكتب كل عيوبك ماشي، وبعدين أجي العيوب دي أعترف بيها لقدام نفسي وقدام حد وقدام ربنا. هتقولي إيه ده، يعني تسر الاعتراف اللي احنا بنعمله ده خطوة من خطوات العلاج الإدمان؟ آه يعني خطوات الإدمان اللي بتستخدم في كل العالم خطوة منهم اللي هو سر الاعتراف بتاعنا، ان انت يكون عندك حد انت هتعترف له بكل مشاكلك وكل أخطائك. طب خلاص انت قلت لي انا محدود القدرة وانا محتاج قوة اعلى مني، وان انا اوجه كل حياتي وارادتي للقوة دي، وان انا اعمل جرد اخلاقي، وان انا اعترف لحد. الخطوة رقم خمسة ان انا اعترف لحد. طب وبعدين الخطوات اللي بعد كده، تبدأ تكتب كل الناس اللي غلطت فيهم وضايقتهم طول حياتك، اذا كنت سرقت من حد حاجة، ادمانك ضايقهم او تسبب لهم في مشاكل، او اللي ادمانك ضايقهم او حاجة ايا كان، اي حد خدت منه فلوس ضايقته، نصبت على حد، سرقت، اي حاجه، تكتب كل المشاكل. اوكي. وبعد كده بيقول لك بتعمل ميكنج امنس، يعني ايه، تبدا تصلح الحاجات دي، كل الاخطاء اللي عملتها في كل حياتك تبدا تصلحها، اللي سرقت منه فلوس ترجعها له، اللي شتمته تروح تعتذر له، وهكذا. وبيبقى معاك حد بقى، احنا يعني ال 12 خطوه دول حضرتك يعني بيقعدوا يعملوهم فين؟ بيعملوهم في مجموعات زي ما بنشوفها في التلفزيون، اكيد شفتي في المدمنين بيقعدوا في دايره كده ويتكلموا، بيقعدوا يتكلموا في ايه، بيبقى الاستراكشر بتاع الجروب ثيرابي ده بيبقى اساسه هم ال 12 خطوه دول، فبيبقى ممكن كل حلقه بنتكلم على خطوه منهم، وبيبقى اللي قاعد فيهم اللي هو خلاص مر بمرحله الشفاء وبطل بيساعد اللي لسه جديد، ودول بيبقوا احسن يعني معالجين، يعني في يعني اللي كان مدمن اي نوع متعافي يعني. ايوه بنسميهم اكس ادكت اللي هم بالمصري يعني متعافي. بالنسبه لهم بيبقى يعني بيصدقوهم اكتر يعني، وخصوصا لما نفس الاكسبيرينس يعني. تدري ان هي مراكز الادمان في مصر وهنا بيشغلوهم، لان هم يعني قوتهم او تاثيرهم على المرضى ونجاح الخطه العلاجيه اعلى من الدكاتره بكتير. دايما بيبص الدكتور مش ممرش باللي انا مريت فيه، مش فاهم اصلا بمر بايه، اما انما بيجي واحد هو مر بالتجربه دي بيعمل تاثير اعلى. بس وهكذا بقى ال 12 خطوه دول بيمشوا بالطريقه دي. هتقولي طب يعني وهو ال 12 خطوه الروحيين دول، ان انا اعترف وان انا اصلي وان انا نساعد بعضنا وان انا اشوف كل اخطاء حياتي واحاول اعدلها وكده، هم لقوا ان الطريقه دي بتلاقي انت اللهفه بتاعت الادمان بتقل، بتلاقي حبك للسلوك الادماني ده بيقل تماما طول ما انت عمال ال 12 خطوه دول بتطبقهم كل يوم في حياتك. فيبقى احنا اتكلمنا طبعا في انواع كتيره من العلاج، بس دول اكبر اتنين موجودين في العلاج اللي هو السلوكي ده، اللي هو عندنا تعرف الاسباب وتحلها وتعمل خطه لليوم وتلعب رياضه وتشوف
اللهفه تعمل فيها ايه وتشوف الاضرار وتكتبها، ده علاج معرفي وسلوكي. في علاج بقى اللي هو ب 12 خطوه اللي هي بيحتوي على جزء روحي اكتر، بس ده يعني بصوره مختصره على الموضوع يعني. وانت بتريكومند في حاله الادمان الشديده للموضوع ده الاثنين مع بعض؟ دول المينيمم يعني، مينيمم في علاج الادمان انت محتاج الحاجتين دول مع بعض. هل محتاجهم بقى اقرا عنهم لوحدي، ولا محتاج طبيب يجايد مي، ولا محتاج ايه؟ يس ما ده السؤال برضه. وبيقعد مده العلاج قد ايه؟ ويعني انا عارفه الادمان العادي بيروح المصحه وكده يعني، لكن الادمان في حاله المواقع الاباحيه بتبقى العلاج يعني بيتم فين يعني؟ بص، اسهل طريق وطريق مجاني، في مجموعات اسمها SLAA اللي هي Sex and Love Addiction Anonymous. SLAA. انت كتبت كده SLAA. احنا عندنا في مجموعات مشهورة اسمها AA اللي هي Alcoholic Anonymous، اللي هي المدمنين المجهولين او مدمنين الكحول المجهولين. تمام، دول بيبقوا مجموعات عشان الناس اللي مدمنة للكحول. طب اللي مدمن مواقع اباحية او مدمن جنسي يروح فين؟ ليهم مجموعات بقى اسمها SLAA اللي هي Sex and Love Addiction Anonymous، اللي هو المدمنين المجهولين للحب والجنس. هتلاقي في مجموعة تانية SAA اللي هي Sex Addiction Anonymous، دي مدمنين للجنس بس. دي برضو مجموعات ناجحة وكويسة، بس أنا شايف المجموعات يعني بخبرتي المجموعات اللي هي SLAA، وفي منها في مصر على فكرة يعني، المجموعات دي في كل العالم. انت لو كتبت SLAA هيطلع لك، وحسب البلد وهي فين وفي منها. والجديد بقى ان في منها بعد الكوفيد بقى في اونلاين كتير جدا يعني، انت قاعد في البيت مش لازم تنزل حتى من بيتك، هتلاقي المجموعات دي الناس دي قاعده بتكلم بعض وبتساعد بعض. طب بيساعدوا بعض ازاي؟ زي ما قلت لك، لما واحد يكون مبطل بقاله 5 سنين ما تقلقش، هو عارف ازاي انت تبطل، ان هو مر بالتجارب دي كلها. طيب احنا يعني مفضلش كتير في وقت حلقتنا، بس خلينا نقول قبل ما نقول المواقع الإلكترونية اللي هتمنع تصفح المواقع الإباحية، وبرضو الأهل يهتموا بالموضوع ده ودكتور نادر يشيرها معنا. الأول خليني أسأل رأيك في الناس اللي بتقول إن التعليم المسيحية بتعمل كبت جنسي وجلد للذات وعقد نفسية. دي مقولة ناس كتير بتقولها، ومش بتقول على الدين المسيحي بس، بتقول على جميع الاديان يعني، ان هم بيعملوا ريستريكشنز جامده ويحسسك بيخنق يعني. بيخنقك ويحسسك بالذنب ويحسسك انك غلطان، فما تحس بالجلد والذنب ده طول الوقت، يعمل لك بقى عقد نفسيه، فتلاقي نفسك بعد شويه جالك اكتئاب وجالك قلق والكلام ده. حلو ده، الكلام ده صح. لو انا طالع بقول ان الجنس غلط يعني، طالع بقول العلاقه الحميمه دي غلط بلاش منها، كده انا بعمل له كبت، وانا كده بمنع حاجه هي ربنا اللي خلقها، وانا بعمل مشاكل نفسيه. انا مش طالع النهارده اقول ان الجنس غلط، انا طالع اقول ان المواقع الاباحيه غلط. حلو. طيب هتقولي لا، ما هو ال 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 الدين بيقول ان الجنس غلط، وان انت الجنس خارج الزواج غلط. لان هو غلط فعلا. ليه؟ لان هو هيضر يعني. انت حتى الدراسات النفسيه اللي بتتعمل في الدول يعني زي امريكا او كندا، لقيت ان الكاجوال سكس ده less satisfying than committed sex او committed relationships، يعني العلاقات اللي فيها التزام بتحسن من الصحه النفسيه اكتر بكتير من العلاقات المتعدده اللي ما فيهاش التزام. يعني اللي هو بيبقى ليه بوي فريند كل اسبوع بيتغير، ولا جيرل فريند كل 3 4 ايام، او اللي بيسموها وان نايت ستاند، وعلاقه النهارده وتاني يوم واحد جديد او واحده جديده وهكذا. هم لقوا على المستوى النفسي هذه العلاقات مش not fulfilling و not satisfying. فأنا لما يعني، هو الأكل غلط؟ لا، الأكل مش غلط، بس أنا لو كلت كتير هجيلي سمنة، والسمنة بقى ممكن تجيب سرطانات، وممكن تجيب قلب، وتجيب ضغط، وتجيب سكر، وتجيب أمراض المناعة وهكذا. فبيجي يبقى لي لازم في فترات نتعلم الصيام، ولازم نقلل شويه حجم الاكل، ولازم الحاجات اللي بحبها قوي نقللها وهكذا. فانا بحط ليميت. هل الليميت دي هتعمل لك كبت؟ لا يا حبيبي، انت لو كلت كتير كده انت هتتعب وهتبعد، تتعلمك تكنترول يور سيلف. بالظبط. فنفس الموضوع في الجنس، نفس الموضوع في النجاح، نفس الموضوع في الفلوس، نفس الموضوع في الشهره، نفس كل حاجه. هي من الاخر يعني عشان الخص الموضوع، اي حاجه بتاكتيفيت الريورد سنتر يعني اللي هو مركز المكافأة،
إذا أنت سبتها بدون ما تعمل لها ليميت هتصبح حاجة مضرة. الجنس إذا مارسته بدون ليميت هيبقى مضر، الأكل إذا حصلت عليه بدون ليميت هيبقى مضر، الشهرة إذا ما حطتش حدود أنت بتحط وقتك في إيه، أو العمل ما حطتش حدود للوقت والشغل اللي بتعمله هتلاقي أسرتك بتتضر، هتلاقي نومك بيقل. يعني أي حاجة بتأكتيفيت الريورد سنتر أنت لازم تعمل لها كنترول، لأن هي ممكن هتتحول أنها تضرك. لا يعني thank you يعني للتوضيح يعني، وخلينا نشير مع الناس الويب سايتس عشان برضو دي مهمة لكل الأهل وناس تربوها مننا عشان ياخدوا بالهم ويعرفوا لو ولادهم حد من ولادهم فتح وتصفح المواقع دي. بص في مواقع كتيرة، يعني في واحد اسمه مثلا فامي جارد، فامي جاي من فاميلي يعني FAMI، جارد حارس، فامي جارد ده واحد ناس كتير بتستخدمه. في واحد تاني مشهور اسمه نت ناني، NET نت يعني انترنت، ناني اللي هي زي البيبي ستر كده، نت ناني ده برضو حلو جدا. في واحد تاني اسمه بورن بلوك بلس، بورن بلوك بلس ده برضو كويس. في واحد بقى معمول لشريك الحياة، الاتنين يعني لو انت ومراتك، انت عندك مشكلة وصرحت مراتك بيها وهي عاوزة تساعدك وانتوا الاثنين يعني عاوزين سيد بلان للموضوع، في واحد اسمه Covenant Eye. هقولهم تاني للسادة المشاهدين يعني، بس خلينا نبدأ بفامي جارد، FAMIGWARD بالضبط، نت ناني NETNANNY بالضبط. ممكن أستأذنك تقول اللي بعديهم بورن بلوك بلس. بورن بلوك بلس ده واحد. في حتى كمان عارفة نورتون أنتي فيروس، عارفين نورتون؟ في أنتي فيروس اسمه نورتون صح؟ شفت يعني هو قديم شوية، يعني عامل حاجة للفاميلي بيرنت كنترول اسمها نورتون، نورتون NORTON ده، نورتون ده أنتي فيروس زي مكافي زي أنتي فيروس المشهورة يعني، فعامل حاجة اسمها نورتون فاميلي بيرنت كنترول، نورتون فاميلي بيرنت كنترول ده مهم كمان للخدام اللي بيشوفونا دلوقتي في ساندي سكول ان هم برضو يقولوا للأهالي عليه، يعني هم الأولاد ممكن يبدأوا يعني اللي نتيجة انفتاح الميديا ممكن من سن كام، أو سمعت من سن كام الأولاد ممكن يعرفوا الموضوع ده؟ لا ما أنا الفكره ان الولاد ما انت الطفل في اي سن، في سن 3 سنين ممكن فجاه المواقع دي تظهر قدامه، والادز بقى والاعلانات، واعلان يجيب اعلان وهو حب استطلاع فبيضغط مش فاهم حاجه خالص، فيشوف المناظر دي فيشوف حاجات مش متخيل ان دي موجوده في الحياه او في الحقيقه. ساعتها طبعا لو الطفل شاف الكلام ده انت لازم تستيب ان وتشرح، يعني هتقول لي ايه ده هشرح عند 4 سنين عند 5 سنين عند 6 سنين؟ هتشرح، ما هو شاف كل حاجه، شاف حاجات غريبه، بدل ما حد تاني يشرح له يبقى انت اللي هتشرح. طب احنا عشان نمنع ان احنا نوصل لهذه المرحله، انا شايف ان كلنا لازم نداونلود الابس دي، لان الابس دي هتمنع ان المواقع دي تظهر اصلا. انا هعيدها تاني عشان برضو دي مهمه، فامي جارد، نت ناني، بورن بلوك بلس، Covenant Eye, Norton Family Parents Control بالضبط. yeah. فيعني لو ارجعوا للحلقة اللي فات الأسامي يعني وحاولوا داونلودت يعني عشان نمنع من الأول قبل الكارثة ما تحصل يعني. بالضبط، هو الطفل لو نفترض هو بقى كبير تينيجر وبعدين هو عارف ان انت منزل الابس دي وانت عارف ان هم شاطرين ودخل هيديليت او ان انستول او هيشيلهم، هيديك انت نوتيفيكيشن ان الطفل بيحاول يشيل البرنامج. طيب ذس فيري جود. بس تاني لما الطفل دخل في سن المراهقه ما تستخدمش الابس دي عشان انت تتحكم فيه، انت استخدم العلاقه اللي هتبنيها معاه عشان انت تدله على الطريق الصح وتبقى بتحميه. Thank you دكتور خالص يعني النهاردة المعلومات دي، وربنا يعوض تعبك. Thank you so much، تعبينك معانا دايما. شكرا لك جزيلا. المواضيع دي انا عارفة المواضيع ممكن تبقى very sensitive، بس
مهمة جدا جدا مش هنقدر نتجاهلها. يعني دكتور نادر عطال استشاري علاج الإدمان والأمراض النفسية بكندا ومحاضر بجامعة كالجري. Thank you so much على وجودك معنا النهاردة. الله يخليك، شكرا. Thank you. أعزائنا وأحبائنا مشاهدي قناة لوبوس، نشوفكم في حلقات قادمة بنعمة ربنا، وانتظرونا الأسبوع القادم في عيد الأم، ويكون معنا أمهات وقصص جميلة جدا. يعني Thank you. لوغوس تي في، أن نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع. لوغوس تي في، أن نحضر كل إنسان كاملا في المسيح يسوع.